مرحبا حبيب. اهلا وسهلا. شو نادية ما عم تحضر بروفات؟ نادية صار لها قاطعة فترة طويلة وما عم ترد على حدا. ايه ناديا؟ اي والله اهلا وسهلا بالحبايب. لك يخلينا سلوم واحلى كاس للاستاذ عمر لو سمحت. والله يسلم ودياك. الله يسلمك حبيبي. استاذ ايمن شاي تبعك. دكتوره ليلى لو سمحتي تفضلي. ما بتغير رايك؟ لا الله يرضى عليك، الله يغنيك عنا. هلا بصب له من عندي. ليلى اتركيني انت الثاني، بكفيني عمر. يعني معقول ما نضيفك شيء؟ جيب له لبن عمي، جيب له لبن. الله عليك يا استاذ عمر. متغير كثير ولك ايمن؟ شادي تاخذ هذا الرقم تروح على قسم المعلوماتيه بتشوف كل الاتصالات والمواقع اللي بفوت عليها. في شيء جديد سيدي؟ ايه قاصر منتحر، تارك رساله لامه ومراهن مراهنات بالملايين على مباريات كره القدم، وصار عليه ديون فكر انه رح ينحبس، قام شرب كل ادويه البيت وانتحر. طبعا ضجة كل مواقع التواصل الاجتماعي بالقصة ونحن معنا طرف الخيط.